تنظم جامعة حمد بن خليفة على مدى 3 أيام مسابقة قطر الدولية الأولى للأمن السيبراني، وذلك بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية. المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين المشاركين بتهديدات الأمن السيبراني وتوفير الحلول لحماية المعلومات والشبكات الحيوية. بهدف التوعية بأهمية الأمن السيبراني وتحديد الوسائل الناجعة لتعزيزه، نظمت 5 من كليات جامعة حمد بن خليفة مسابقة قطر الدولية الأولى للأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 130 أكاديميا وخبيرا وطالبا من قطر وجميع أنحاء العالم. الأمن السيبراني هذه مسؤولية مش كان المهندسين، هي مسؤولية كل المجالات، لأن إذا ما تدخل كل المجالات بما فيها القانون، بما فيها العلوم الإنسانية، بما فيها العلوم الدينية، ما ليست تكون لنا القدرة لحل مشاكل والأخطار المتجرأة على الأمن السيبراني. تشتمل أنشطة المسابقة على عقد جلسات تفاعلية ومناقشات للخبراء وورش عمل عامة لتحديد نقاط الضعف السيبرانية الحالية والمستجدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير استجابات وحلول مبتكرة. وعليها صممت جميع إسهامات جامعة حمد بن خليفة لتسليط الضوء على أوجه التضافر بين قضايا الأمن السيبراني والاهتمامات البحثية. الكلية تشارك بأفكار لإسقاط أخلاق قرآنية وسنية ومن الوحي وأخلاق من التراث الإسلامي وتطبيقها على الشبكات العنكبوتية. استخدام الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في مكافحة الأخبار الكاذبة. ليش بدأنا في هذا الجانب؟ لأنه إحنا وجدنا أنه الأخبار الكاذبة في عملية تطور، فكان واجب علينا أنه إحنا نستعمل التكنولوجيا في مكافحة هذه الأخبار الكاذبة. المشاركين هنا بقطر في مسابقة الأمن السيبراني في المحكمة السورية نحل نزاع بين قضية سورية، وفي نزاع بين دول، ونحاول احنا نحلها في إطار القانون الدولي العام. وتسعى جامعة حمد بن خليفة من خلال هذه المسابقة إلى تحقيق الغاية في إنشاء منظومة سيبرانية آمنة تشمل جميع المجالات العلمية وكيفية الحفاظ عليها. نظمت المؤسسة العامة